ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية عز وشموخ ومهابة مستوحاة من عزة وشموخ شعب السودان. في نصف قرن من الزمان وقف العالم 3 مرات ليكتب في تاريخه أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد أو فئة لا تؤمن بالحرية والسلام والعدالة. لذلك عندما هتف شباب ثورة ديسمبر المجيدة بهذه الشعارات واحتشد الآلاف منهم أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، استجابت القوات المسلحة وعزمت من وقتها العمل على تحقيق حلمهم في بناء الوطن الذي جوهره هذه الشعارات: الحرية والسلام والعدالة، للقناعة التامة بأن شباب وأهل السودان يستحقون أن يكون لهم وطن يحلم بتحقيق هذه الشعارات فيه. نؤكد مضي القوات المسلحة في إكمال التحول الديمقراطي حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة تحقق لهم طموحهم في هذه الشعارات. شرعية الفترة الانتقالية الراهنة قامت على أساس مرحلي هو التراضي المتزن بين الشركاء العسكريين والمدنيين للسير في طريق الانتقال حتى الوصول إلى التفويض الشعبي بموجب انتخابات عامة. من خلال الممارسة التي امتدت لأكثر من 2 عامين انقلب التراضي المتزن إلى صراع بين مكونات الشراكة. قاد بلادنا ومكوناتها المختلفة إلى انقسامات تنذر بخطر وشيك يهدد أمن الوطن ووحدته وسلامة أرضه وشعبه. وقد أكد وشهد بذلك السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في مبادراته التي أطلقها في يوليو وأكتوبر من هذا العام، مما استوجب على القوات المسلحة بصفتها السلطة المؤسسة لهذه الفترة ومن منطلق مسؤولياتها الوطنية في حماية أمن وسلامة البلاد كما ورد في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وقانون القوات المسلحة، حيث أن ما تمر به بلادنا الآن أصبح مهدد حقيقي وخطر يهدد أحلام الشباب ويبدد أمل الأمة في بناء الوطن الذي بدأت تتشكل معالمه وبدأنا معا نخطو نحو دولة المواطنة والحرية والسلام والعدالة. إلا أن تشاكس بعض القوى السياسية وتكالبها نحو السلطة والاصطفاف الجهوي والعنصري والتحريض على الفوضى والعنف دون اهتمام يذكر بالمهددات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي أطبقت على كل مناحي الحياة ومفاصل الدولة، كان لزاما علينا في القوات المسلحة والدعم السريع والأجهزة الأمنية الأخرى أن نستشعر الخطر ونتخذ الخطوات التي تحفظ مسار ثورة ديسمبر المجيدة حتى بلوغ أهدافها النهائية في الوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة. عليه ولتصحيح مسار الثورة تقرر الآتي: أولاً، إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. ثانياً، التمسك الكامل والالتزام التام بما ورد في الوثيقة الدستورية الفترة الانتقالية للعام 2019 واتفاق سلام السودان الموقع في جوبا في أكتوبر من العام 2020. ثالثاً، تعليق العمل بالمواد 11 12 15 16 24 3 71 72 من الوثيقة الدستورية مع الالتزام التام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت خلال فترة الحكومة الانتقالية. رابعا، حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه. خامسا، حل مجلس الوزراء. سادسا، إنهاء تكليف ولاة الولايات. سابعا، إعفاء وكلاء الوزارات. ثامنا، يكلف المدراء العامين في الوزارات والولايات بتسيير دولاب العمل. تاسعا وأخيرا، تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة منهج عمله وتشكيله على أن تكون قراراته نافذة وخاضعة للإجراءات القانونية. يستثنى من هذه الإجراءات الالتزامات
واستحقاقات سلام السودان الموقع في جوبا في أكتوبر 2020. إننا إذ نؤكد أن هنالك مظالم تاريخية لأهلنا في الشرق الحبيب كما في معظم ولايات السودان، الكثير من مطلوبات الحرية والسلام والعدالة التي تتطلب منا جميعا العمل سويا للوصول لحلول دائمة وممكنة تلبي أشواق وطموحات أهلنا وتعالج جذور المشاكل في ربوع بلادنا الحبيبة. إننا نؤمن بأن هذه الثورة العظيمة ماضية بعون الله وبإيمان الشباب الذين صنعوها، ونؤكد لهم أننا لن نحيد عن الأهداف والمهام المنصوص عليها في المادة 8 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، فلنعمل جميعا اعتبارا من اليوم وحتى قيام الانتخابات العامة في يوليو من العام 2023 على تحسين معاش الناس وتوفير الأمن والطمأنينة لهم وتهيئة المناخ والبيئة المناسبة للأحزاب لتعمل من أجل الوصول للموعد المحدد للانتخابات وهي أكثر جاهزية واستعداد لتولي قيادة الدولة. ستتولى إدارة شؤون البلاد حتى موعد الانتخابات حكومة من كفاءات وطنية مستغلة يراعى في تشكيل هياكلها التمثيل العادل لكل أهل السودان وأطيافه وفئاته. سنحرص على إكمال مطلوبات العدالة والانتقال من فوضية صناعة الدستور، من فوضية الانتخابات، مجلس القضاء العالي، المحكمة الدستورية، مجلس النيابة قبل نهاية شهر نوفمبر من العام الحالي. كذلك سنشرك الشباب والشابات الذين صنعوا هذه الثورة في قيام برلمان ثوري يراقب ويقف على تحقيق أهداف ثورته التي ضحى من أجلها رفاقهم وإخوانهم. إننا نرجو من الجميع الالتفاف حول بناء الوطن والعمل والإنتاج، فأهلنا وبلادنا يستحقون أن نضحي لأجلهم ونسهر لحمايتهم ونصون كرامتهم ونرعى حقوقهم. نؤكد مرة أخرى على التزامنا التام بما ورد بالوثيقة الدستورية وبما تضمنته اتفاقية السلام مع حركات الكفاح المسلح في جوبا. وهنا نجدد الدعوة للأخوة القائد عبد العزيز الحلو والقائد عبد الواحد محمد نور للانضمام لركب بناء السودان، السودان الجديد، سودان الحرية والسلام والعدالة، سودان لن تفرض عليه مرة أخرى أي حزب أو فئة رؤيتها أو فكرها. شكرنا الجزيل لجيران وأشقاء السودان وأصدقائه الذين ظلوا على الدوام يقدمون الدعم والمساندة لإنجاح الفترة الانتقالية. التحية لكم شعبنا الصابر الصامد، وأنتم تبذلون الغالي والنفيس من أجل رفعة واستقرار هذا الوطن. التحية لكم إخوتي منسوبي القوات النظامية، وأنتم تحرسون أرض وسماء السودان وتسهرون لحماية شعبه في الحضر والبوادي. اللهم أرحم شهداءنا الأبرار وأشفي جرحانا الأخيار. اللهم أنت القادر لما تريد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.